أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا سائل يقول: أشكل علي قوله في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا قلنا إن النفي هنا لكمال الإيمان، فيكون بذلك أن الذي يقدم حب والديه وولده على الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا لكن ناقصا للإيمان، أليس كذلك؟ ويبني على هذا أنه إذا تعارض أمر لوالديه وأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أمر والديه. ما هو بالكلام على تقديم الأمر والدين على أمر الله، لا، كلام في المحبة فقط. هو لا يقدم أمر الوالدين وإن كان يحبهما ويحب الولد، لا يقدم أمرهما على أمر الله عز وجل، إنما الكلام في المحبة في القلب لا في الأعمال. تفرق بين هذا وهذا. نعم.